خلينا نروح من الأقصر لمدينة سيوة، واللي شاركت بحوالي 25% من المشروعات اللي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة مطروح. ودلوقتي الحقيقة بيتم تقييم المشروعات وفقا للمعايير الخاصة بالمبادرة. طبعا عدد كبير من المشروعات، عايزين نتعرف على أبرز هذه المشروعات المقدمة وإزاي كمان بيتم الترويج للمبادرة من خلال هذا التقرير. بنسبة تجاوزت 25% استحوذت مدينة سيوة على عدد كبير من المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة مطروح، حيث بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة 117 مشروعاً على مستوى المحافظة. وانطلقت فعاليات تقييم المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بواحد سيوة، وذلك في مقر مجلس المدينة، حيث قامت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بإجراء مقابلات شخصية لأصحاب المشروعات، وذلك للوقوف على تفاصيل المشروعات وتقييمها وفقاً للمعايير الخاصة بالمبادرة. ونظراً لبعد المسافة من مطروح لسيوة، حرصت اللجنة على الانتقال إلى مدينة سيوة التي تبعد عن مطروح بحوالي 300 كيلومتر، وذلك لرفع معاناة ومشقة السفر عن المشاركين وسهولة عرض مشروعاتهم التي تقدموا بها عبر المنصة الإلكترونية بالمبادرة، وحيث إنه من المقرر أن يتم إجراء معاينات في الواحة على أرض الواقع. مرحب بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح دلوقتي ونتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح. صباح الخير لحضرتك، ويعني خلينا نعرف منك مشروعات سيوة، إن هي بتشارك ب 25% من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إيه أبرز المشروعات اللي تم تقديمها والمميز فيها حسب طبعا المعايير اللي بتحددها المبادرة؟ صباح الخير على حضرتك. هو في الحقيقة هي طبعا أنا يعني بدعوكم كلكم إن أنتوا تيجوا تزوروا وتشوفوا إن هي جابك مشروعات عندها ميزة تنافسية مش موجودة في أي نتفرد بيها كمحافظة مطروح، لأن هي أصلا بيئة. باشمهندسة هستأذن حضرتك بس نقف في حتة فيها شبكة أفضل. طب حضرتك كده سامعيني؟ اه اتفضلي. كده سامعيني؟ اتفضلي. بقول لحضرتك هي محافظه مطروح عندها ميزه تنافسيه في سيوه، يعني لان هي بيئه بكر جدا لكل حاجه طبيعيه، وكل الناس اللي موجودين هنا عندهم ثقافه ان هم يحافظوا على البيئه بتاعتهم لان هي مصدر دخلهم. تمام؟ بناء عليه الناس اللي موجودين هنا عملوا بعض المشروعات اللي هي صديقة للبيئة. فاحنا لما جت مبادرة المشروعات الخضراء في السنة الأولى لقينا ان هي ناس كتير جدا ما وصلت لهمش الفكرة او ما عرفوهاش، فاحنا قمنا بحملة ترويجية هنا في مدينة سيوة عشان خاطر نكون مشاركين بقوة، وان مشروعات سيوة تكون ممثلة في المبادرة. وبالفعل الحمد لله يعني ده لقى يعني استحسان ناس كتير هنا موجودين في سيوة، وبالفعل شاركوا معنا في المبادرة. والحمد لله وصلنا لنسبة كويسة جدا من المشروعات في سيوة، واحنا حابين ان سيوة تكون ممثلة في الكوب 28، يعني ان الناس تحطها اندر سبوت والناس تقدر تشوفها كويس وتكون متعبر عنها في المبادرة بشكل كويس. في الحقيقة كان قرار اللجنة بعد لما احنا يعني اجتمعت لتقييم المشروعات، حضرتك عارفة ان فيه بعد مسافة بين مطروح وسيوة تقريبا 300 كيلو، فكان قرار اللجنة ان احنا ننتقل كلجنة كاملة متمثلة في وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات ووزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وبرئاسة طبعا نائب المحافظ، ان احنا ننتقل كلنا كلجنة لمدينة سيوة لتخفيف العبء على الناس، لان عدد المشروعات اللي كان متقدم اكتر من ربع المشروعات في سيوة. فاحنا قلنا نيجي كلجنة نقيم المشروعات هنا عشان الناس كلها ما تضطرش تنتقل لمدينة مطروح. وبالفعل احنا جينا وبدأنا الحمد لله النهارده خلصنا تقييم
مشاريع سيوة النهارده اخر حاجه في التقييمات. وبالفعل في بعض كل المشاريع عمل المقابلات شخصيه لاصحاب المشروعات. نوع المشروعات نفسها اللي كان متقدم مشروعات متنوعه ما بين زراعيه بالتارجت زراعه انواع معينه من المحاصيل، او مشروعات سياحيه بيئيه سواء بقى فنادق سواء مطاعم، كلها بتشتغل بالطراز البيئي. وده في التقييم بتاعنا طبعا كان ليه اولويه علشان خاطر هو في كل ما يخص البيئه او المشروعات طيب الخضراء. طيب باشمهندسه اذا سمحتي لي، ازاي بيتم التقييم؟ ايه العوامل اللي على اساسها بيتم التقييم؟ تمام، انا هقول لحضرتك. احنا طبعا المبادره بتاعت المشروعات الخضراء دي مبادره رئاسيه، تمام، كانت مع فعاليات الكوب 27 السنه اللي فاتت او ده بدايه مصر فيها. وكان في مسطره للتقييم غير الخاصة بالمكون الأخضر والمكون التكنولوجي والأثر بتاعي المستدام للمشروع كل مثلاً الفرص وبتوفر فرص عمل السيد. الكلام ده كله موجود في مسطرة بتبقى حطوها وزارة التخطيط، احنا استلمناها رسمي وكده من قائم المشروع. وهل لازم المشروعات دي يكون ليها علاقة بالمحافظة ولا ممكن تكون المشروعات وفق احتياجات مصر بشكل عام؟ لا يا فندم، هي الهدف اساسا من المبادرة هو ان احنا نحط خريطة للمشروعات البيئية على مستوى الجمهورية. تمام، هي الحمد لله السنة اللي فاتت نفوز من الصوت مش واضح يا فندم. كده حضرتك سمعت؟ اتفضلي مش مهندسة. الو، ايوه كده احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. طيب بقول لحضرتك المشروع مطروح الحمد لله السنه اللي فاتت اتمثلت بمشروع من ضمن ال 18 مشروع اللي فازوا في المبادره. احنا كنا حابين ان شاء الله نكون مشاركين بقوه ونقدر برضو ننافس علشان خاطر نكون ممثلين في الكوب 28 ان شاء الله في دبي. طيب حضرتك احنا ذكرنا انه في 25% من المشروعات المقدمه للمبادره من سيوة فقط، بتقدر بكام مشروع تقريبا؟ بصي احنا تجاوزنا 15 مشروع. تجاوزنا 15 مشروع قدموا بالفعل في المبادره واكتملوا للتقييم عشان خاطر هي في مشاريع مثلا ما اكتملتش او كده. وهيتم يا فندم التقييم امتى تقريبا؟ نعم، التقييم هينتهي امتى تقريبا؟ اللجنة عامة هتخلص أعمال يوم 21، بس احنا النهاردة أنهينا الجزء الخاص بسيوة وإن شاء الله نرجع بقى مطروح نكمل أعمال اللجنة بإذن الله. إن شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، بنشكرك على كل هذه التفاصيل.